قطاع الضيافة يلعب دوراً مهماً في جذب السياح للمدن حول العالم. وفي إمارة الشارقة توري هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أهمية كبيرة لمستوى قطاع الفنادق والضيافة، وينعكس ذلك في اللقاء السنوي الذي أقيم صباح اليوم مع شركاء الهيئة في القطاع. أهم المؤشرات اللي استعرضناها اليوم هي الخاصة بقطاع الضيافة، هي عدد ليالي الإقامة أو عدد نزلاء إمارة فنادق إمارة الشارقة. فهناك لنفس هذه الفترة 9 شهور أو 10 شهور الأولى من هذه السنة زيادة بما يقارب 12% لنفس الفترة السنة الماضية، وكذلك بخصوص مدة الإقامة زادت كذلك ارتفعت 11%. هذه كلها مؤشرات إيجابية وتخدم القطاع، وهذا يعني اللي نطمح له دائما، وهدفنا أن نطور هذا القطاع يدا بيد مع شركائنا من القطاع الخاص. تناول اللقاء مستجدات القطاع السياحي في الإمارة والمسيرة التنموية والمشاريع الجديدة وسبل ترسيخ الوعي لدى أصحاب ومشغلي المنشآت الفندقية والعاملين فيها حول أهمية تطبيق المعايير المطلوبة والعمل بها. جديدنا هو نظمنا عملية بيوت العطلات، تأجير بيوت العطلات وإصدار التصاريح، نشاط ومنتج موجود سابقا، ولكن بقرار المجلس التنفيذي تم تنظيم النشاط هذا تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالتعاون مع شركائنا من الدوائر الحكومية. يعني من فترة صغيرة أنا كنت عم بتواصل مع السيدة ناجي بهذا الموضوع، وعلى طول في زيارات للأوتيل لحتى نكون أكيدين نحن من التصنيف وتجديد التصنيف. كيف عم تصير التجديد؟ عم تصير كلها صارت ديجيتال، يعني رقمية، بطل في أوراق، وهيدي مشكورين عليها كتير، كمان سهلت علينا ووقت وسهلت عليهم كمان زيارات. قطاع الضيافة جزء لا يتجزأ من القطاع السياحي الذي تسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لتعزيزه من خلال وضع خطط ترويجية لاستقطاب وجذب الزوار والسياح.